إيفانجيليون قد إيشاد ماراني شوم شيحام كارزو ثام آد متاي شو حالم شيحامار فلما سمع يسوع أن يوحنا قد أسلم انتقل إلى الجليل وترك الناصرة وجاء فسكن في كفر ناحوم التي على شاطئ بحر في تخوم زبلون ونفتالي ليتم ما قيل بشعي النبي القائل أرض زبلون أرض نفتالي طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما والجالسون في كرة الموت وظلاله نور أشرق عليهم ومنذ حينئذ ابتدى يسوع يكرز ويقول توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات وفيما هو يمشي على شاطئ بحر الجليل رأى أخوين شمعون الذي دعي الصفا وأندراوس أخاه يلقيان شباكا في البحر لأنهما كانا صيادين فقال لهما يسوع ادبعاني فأجعلكما صيادين للناس فللوقت تركا شباكهما واتبعاه ولما جاز منهما هناك رأى أخوين آخرين يعقوب بن زبدة ويوحنا أخاه في سفينة مع أبيهما زبدة يصلحان شباكهما فدعاهما يسوع أما هما فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه وكان يسوع يطوف في كل الجليل ويعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض ووجع في الشعب فذاع خبره في جميع سوريا فقدموا إليه كل من به سوء من المصابين بالأمراض المختلفة والمعذبين والذين بهم شياطين والمعترين في رؤوسهم والمخلعين فشفاهم فتبعه جموع كثيرة من الجليل ومن العشر مدن ومن أورشليم ومن اليهودية ومن عبر الأردن فلما أبصر يسوع الجموع صعد الجليل ولما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وصار يعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانى فإنهم يعزون طوبى للمتواضعين فإنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون طوبى للرحماء فإنهم يرحمون طوبى للأنقياء القلوب فإنهم يعاينون الله طوبى لفاعلي السلام فإنهم بني الله يدعون طوبى للمضطهدين من أجل البر فإن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم
وقالوا فيكم كل كلمة سوء من أجلي كذبا، حينئذ افرحوا وتهللوا، فإن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا اضطهدوا الأنبياء الذين من قبلكم. أشوحا، لا لها من أشوحا، الآب والابن والروح القدس، أي إله الواحد، آمين. نحتفل اليوم بقداس الأحد الأول من الصليب. مثل ما تعرفون قبل كم يوم كان عيد الصليب، وإحنا أيضا في فترة تحضيرية توبوية، هي مثل ما كان أحد الصيف فترة توبوية، أيضا فترة إيليا وفترة موسى هي فترة توبة وتحضير. أذكركم شيء حكيناه بعيد الصليب. عيد الصليب هو رمز حضور يسوع للكنيسة، هو رمز إيماننا، وأيضا هو رمز العودة للمجيء الثاني. مثل ما هو رمز إيماني لحضور يسوع، أيضا هو رمز للمجيء الثاني. وعيد الصليب هو ما فقط عيد اكتشاف الصليب، هو أيضا إيمانيا وطقسيا عندنا. اكتشاف الصليب كان في روما أو في قسطنطينية لما أعلنوا عن الصليب الحي، وبعدين هذا كان في زمن الملك قسطنطين. بس إحنا كصنة طقسية، كإيمان مشرقي، نؤمن بأنه الصليب هو علامة الإيمان، وأيضا هو رمز للمجيء الثاني ليسوع. وهاي أكيد بنيناها على حادثة التجلي اللي كان بشهر الثامن الماضي. بحادثة التجلي تظهر شخصيتين كتابية اللي هي موسى وإيليا. موسى اللي هو حامل الشريعة لشعب الله، وإيليا اللي هو يمثل الأنبياء اللي حملوا الرسالة، اللي حملوا كلمة الله للشعب. لذلك إحنا ككنيسة نحاول من خلال هالشخصيات الإيمانية ومن خلال هالرموز الإيمان اللي عندنا نحاول نعيش إيماننا ونتهيأ بشكل صحيح للتوبة. طبعاً أكيد خلال هالفترة مفروض يكون أكو صوم، موجود بالتقويم إذا تشوفوه 40 يوم، لأن الصوم يساعد على هالتوبة التحضيرية. الإنسان لما يصوم يصلي يفكر يتوب، هي تكفير عن الذنوب. فهالفترة هي مثل ما قلنا الإنسان بها يتهيأ. مع هالفترة التحضيرية للمجيء، إنجيل اليوم يبين لنا أنه يسوع هسه يختار التلاميذ، لما يختار التلاميذ الأربعة. بس قبلها نشوف أكو فتحدث صار. فلما سمع يسوع أن يوحنا قد أسلم، يعني سجن، تم سجن يوحنا. ما هي صدفة مع بداية رسالة يسوع التبشيرية العلنية؟ نشوف يوحنا يسجن في السجن. بس قبل لا تنتهي رسالة يوحنا، شو كان ينادي يوحنا؟ يوحنا شو كان ينادي؟ توبوا. ايه، قولوها، توبوا فإن ملكوت السماوات اقترب. وهسه يسوع لما بدأ الرسالة مالته همش قال توبوا فقد اقترب. ومنذ بعد ما سمع يسوع أنه يوحنا أسلم، ومنذ حينئذ ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. يعني مع انتهاء رسالة يوحنا ابتدأت رسالة يسوع العلنية، وابتدأ اختيار التلاميذ حتى يحملون هذه الرسالة. بس يسوع كان يعرف أنه هالرسالة أو هالحياة ما هي سهلة. أول تعليم بدأ بهالرسالة العلنية إيش كانت؟ شوية بس قلبنا صفحة. إيش قال يسوع؟ فلما أبصر يسوع الجموع صعد إلى الجليل،
ولما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاهه وصار يعلمهم قائلا يعني ما قال يصلي وياهم في الإنجيل فصار يعلمهم قائلا يعني أول دروس أو أول تعليم ليسوع بدأ ويا التطويبات شوف التسلسل الأحداث يوحنا كان يكرز توبوا وكان يعترفون به هو نبي صلبوه أو سجنوه بعدين انتهى يوحنا يسوع بعد ما يختار التلاميذ يعرف أن يوحنا انتهى يعرف أن يوحنا تأذى يعرف أن يوحنا انسجن اضطهد مع ذلك استمر بس ابتعد لبعض الوقت عن الخطر ليش؟ لأن ما حانت الساعة أكو رسالة يختار التلاميذ ويخبرهم عن تعليمه ويعطيهم التطويبات اللي هي نوع من ما فقط تطيب خاطر للتلاميذ إذا شفتوا اضطهاد إذا ما شفتوا رحمة إذا ما شفتوا سلام إذا الناس عادوكم طوبى لكم الله يجازيكم لا لا بس ما فقط كان هاي هي التطويبات هي حياة هي قواعد حياتية مثل ما عدنا اليوم إحنا الأسرار السبعة كم واحد هي أسرار الكنيسة السبعة كم واحد هي أسرار الكنيسة السبعة كم واحد هي هي سبعة عشان نقول مثل ما عدنا أسرار السبعة إحنا هي المعمودية والميرون ندخل بها للإيمان وبالتوبة أو بسر القربان نجدد هالأسرار وبقية الأسرار إذا كانت توبة ومرضى وسر الكهنوت وسر الزواج نعيش حياة الإيمانية هكذا التطويبات يسوع أنطاها كتعليم حتى التلاميذ يعيشون حياتهم الإيمانية بالرغم أنه أكو صعوبات أكو اضطهاد بس هالتطويبات تنطيهم الأمل والثبات بالإيمان تنطيهم الرجاء تنطيهم الصبر تنطيهم القوة تنطيهم يفهمون شنو الموجود شنو هي الرسالة اللي راح تواجههم بالمستقبل وهي هالتطويبات هي نفسها موجهة لنا اليوم احنا كمسيحيين اللي نعيش بمختلف البقاع وبمختلف المجتمعات ومع مختلف التحديات لما كنا بالعراق كان عندنا تحديات غير شكل لما كنا في محطات التنقل إذا كانت أردن سوريا لبنان تركيا هناك غير تحديات وبعد الوصول إلى خلينا نقول بر الأمان كان أكو تحديات جديدة تحديات ثقافية تحديات فكرية تحديات إيمانية تحديات اجتماعية هواية أشياء اليوم صح عندنا كم صاين عربي ميشيغان بس ثقافة أولادكم هي ثقافة 100% أمريكية بكل شيء بالتعليم بالفكر شوي يمكن بعد احنا العوائل المحافظة نحاول نحافظ على أولادنا بس يمكن بعد فترة الكل يتحول متحول غير شكلها يعني يتحول ثقافيا يعني اوكي عليك كوفيا فهاي مستقبل هاي كلها تحديات اكو امور ضد ايماننا اليوم تقف ضد ايماننا ضد قيمنا ضد اخلاقنا فمثل ما يسوع وحتى بالقراءه الاولى اذا شفتوا شلون دا يعزي الشعب دا يثبت الشعب اليوم احنا عندنا كنيسه قويه اذا عندنا عائله قويه اذا الاهل اذا الاب والام بكل محبه وكل احترام يتحابون يعيشون التطويبات في حياتهم اولادهم في امان وين ما تذبهم ذبهم بالنار ما يحترقون يكونون ضد الاحتراق ويكونوا ضد الرصاص رصاص الخطايا اللي دي ياخذ اولادنا منا ياخذ شويه ومنا شويه ومنا شويه دي يتقنص على اولادنا ايماننا مو سهل تحدياتنا أبت مو سهلة على ظهرنا الصليب هي الحياة ماكو شيء سهل ماكو شيء بدون ثمن أولادنا ما يتربون بلا شيء وإيماننا ما يتقوى بلا صلاة
بلا التزام. وما يتقوى إذا ما شوية انتشوينا. وإحنا أكيد منشوين. كنيستنا هي كنيسة منشوية. مش مثل ما شايفة أهوال، مش كده ما شايفة صعوبات، بس مع ذلك فقط. من سنة 100 ميلادية تأسست كنيستنا بالبلاد بين النهرين، ولها سباقية، وإن شاء الله تبقى بصلواتكم وبثبات المؤمنين فيها. آمين.